صرح الطيار حسام كمال وزير الطيران المدني بأن جميع المطارات المصرية تطبق المعايير الدولية في التأمين والسلامة وتخضع لمراجعات دورية من سلطة الطيران المدني المصري وهيئات التفتيش الدولية، كما تتعاون السلطات المصرية مع مفتشي هيئة الطيران الأمريكية FAA والجانب البريطاني في تطبيق أي إجراءات إضافية مطلوبة. وأوضح الوزير في تصريحات صحفية اليوم أنه بخصوص ما تداول عن فرضية إسقاط الطائرة الروسية عن طريق تفجير داخلي، فإن لجنة التحقيق لم يظهر لديها حتى الآن أي شواهد أو بيانات تؤكد هذه الفرضية، كما أن مصر تحرص على دقة وسلامة التحقيق في الحادث بما يضمن ظهور الحقائق للعالم حرصا على سلامة وأمن الطيران بوجه عام.